لا 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 ليا وها لا 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 ليا عيني يا موليا يا نار قلبي اشعلي ستعود لبنايا لا 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 ليا وها لا 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 ليا عيني يا موليا. رشوان يا روح 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 ولا رشوان. بدي اقول لك شغله ضروريه. قولي حبيبتي لا تكتهم. اي ملاحظه عندك اياها مستعد صلحها، يعني قبل ما تصيري تحبيني اكثر من لوتشيانو بافاروتي انا ما بستاهله لحبك. يعني مو كل شغله تتحشلي فيها سيره لوتشيانو بافاروتي. يعني بكل بساطه انا كنت احب فنه، كنت احترمه، بس كرجل هو ما بيعني لي اي شيء لوتشيانو بافاروتي. خلص ماشي اسف اسف. شو كنت بدك تقولي يا قمر؟ كنت بدي اقول انه مو ما بيصير الاستغلال؟ مين عم يستغل مين؟ الماريشال وفارس طنوس وعبدو غلاصي. معاكي حق طبعا، بالكومونه كل حسب قدرته. يعني ما بصير يقعد بلا شغل، بده يتزهرم لازم يقوم ينقبر ويشتغل. تماما، يعني لازم نخلصهم من نير الاستغلال. رفيقين نحن الى ان ينام القمر. رشوان لو سمحت لبقى تتحشلي سيرة السياسة بالنص. اسف خلاص حقك علي، بس هيك تذكرت يعني استحضرني ايام النضال السري. قمة الرومانسية هيك شي 40 50 82 عنصر مخابرات محاوطينك من كل الزوايا. يا الله الإحساس شو حلو. من هوني صابوني، من هوني صابوني، مروا علي العدا. عجبتك؟ هيك الأسوار. دكتورة دكتورة خير امرني. ما يأمر عليكي، بس إذا بيطلع بإيدك قولي بيطلع، ما بيطلع لا تقولي بيطلع. طيب احكي لنشوف إذا بيطلع ولا ما بيطلع. أنا لازمني عروس لأنه الموضوع عم يلح 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 علي دبحني. ومن وين عم يلح عليك بالضبط؟ لك أنت شو دخلك؟ أنا رجال ولا لا ولا؟ يجوز. معناتها لازمني مرة. وأنا بشو بفيدك؟ احكي لنا مع شي وحدة، بلكي بتنفك عدتنا على يديك. ايش وشايفني بشتغل خطابة؟ بعدين كل وحدة فيهم عندها واحد، يعني ما في ولا وحدة، ما في شواغر. برولا شلون حابة هذا البطيخ رشوان؟ أصلع وما بيعزف غير سماعي، وتفكيره من العصر الحجري. بتحبه، شو أعمل لك فيه أنا؟ يلعبي لنا بعقلها. يي عملية غسيل دماغي، بتكب له مي باردة وبتنتقل للملاك تبعي. وأنت كيف تقبل على حالك؟ تحب وحدة بتحب حدا تاني؟ أنت شو خصك؟ شو دخلك؟ تحتقرك. ليش أنا شو بدي منها؟ تحتقرني ولا تكرهني ولا تقرف مني، شو بدي منها؟ المهم مرتي. مستحيل، ما بتزبط. رولا ما رح تترك رشوان من شانك. طب سوزان هي سهلة، بنلعب بعالة وبتطلق دغري. إن شاء الله فكرك بتحبه لهذا النص أجدب تيسير المتخلف. بعدين أنت وينه؟ طمنيها، قولي لها ما بتفضى ولا دقيقة. هي بتخلص عدتها من هون وأنا بنزل محل تيسير سأطلعت من هون، يعني ما بيروح عليها ولا يوم. ولك بدك تطلق وحدة من جوزها وتتجوزها؟ شو أول وحدة بتطلق جوزها؟ بعدين أنا مراقب كل شيء. ما بتحبه، ما بتحبه. مستحيل، ما بتزبط. سوزان ما رح تطلق جوزها وتتجوزك ولا بتول. لا بتول لا. شو بتول؟ هدول روميو وجولييت ما بيفرقون إلا الموت. اللي فهمته انه طنوس مو كتير مرتاح مع سناء. شو في له سناء يا روحي؟ ما سناء شو؟ اوعى اوعى سناء، عم نقلكم مرة مو قاضي تحقيق. اجتماع اجتماع اجتماع. وشو مناسبت الاجتماع؟ انت خراس ما بحق لك تسأل ولا سؤال، محروم الحقوق المدنية. اجتماع شباب. واقف عندك. لوين؟ بعقوا قالوا اجتماع رايح مشان احضر الاجتماع. بلالك هالروحه، بلالك الحكي الفاضي والاجتماعات اللي ما لها طعمه. خلص انا بس ارجع بحكي لك شو صار.
ورح احضر بالنيابه عنك. انت بتعتبر حالك من هاللحظه يا طنوس عملت لي وكاله عامه وفوضتني. فوضت امري لله. الهي انت الشافي المعافي مفرج الهم والغم. فرج عني كما فرجت عن سيدنا يونس في بطن الحوت. لا ما هي بتبلع وبلع للحوت. إيه. سيارة سرية ولا عبدو غلاصين قاصدك بخدمة. لحيك عبد الله، نحن أولاد بحار سوا مرقصين المي على التوتوناي. انت ما بتقصد، انت بتأمر أمار. حط ايدك عشواربك انك رح تعمل مثل ما رح قلك. لا عمي، بالأول اللي مشان شو بدي حط ايدي عشواربي؟ يا بقلك ايه يا بقلك لا. بلكي حطيت ايدي عشواربي وقلت لي اطلع على القمر تقريبا، ما بتزبط. اشو مفكرك محمد فارس تقلك اطلع على القمر؟ حط ايدك عشواربك. طيب هي حطيت ايدي عشواربي، مع انه شواربي مثل الليره الطلياني ما لهم قيمه. سو خذ هالبحصه. شان شو؟ بدي اياك تطلع لفوق على العرزال وتمسك لهالبحصه الصغيره بايدك. فشخص ما رح اقول لك اسمه هلا، بس توافق بقول لك اسمه. اول ما يمر من تحت العرزال بتطبه فوقه. لا عمي لا، هذه جريمة قتل، جريمة قتل تقريبا. عشبك فزعت كل هالقد؟ شو عاطيك انا جلمود وصخرين حطاه السيل من عليه؟ هي بحصة صغيرة. بعدين قضاء وقدر، وعكفالتي عكفالتي ما بتقتل. من فوق العرزال بتقتل. لا عمي لا. جبان. جبان؟ ألف كلمة جبان. ولا يقولوا غلاص مقاتل يا طنوس. العمى والله بتقتل بتقتل. يا جماعة نحن جايين لهون لنبني مجتمع جديد، صح؟ صح صح تقريبا. مجتمع ما بيشبه المجتمعات المعقدة يلي تركناها، صح؟ صح صح تقريبا. أيوة أستاذ رشوان، لو سمحت تحكي شو بدك بدون مقدمات وبدون هالمرافعة. سيدتي معلش معلش، التمهيد المدفعي له أهمية قبل الهجوم. تفضل. شكرا ماريشال. يا جماعة بدي أحكي عن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. بصير هذا الشيء بالمجتمع عنا؟ مجتمع كله عدالة ومواساة ومساواة، عفوا. نحن بمجتمع كلنا سواسية، يعني كلنا مثل بعض. طيب الله يرضى عليك، يعني هذا ما عاد اسمه تمهيد مدفعي، هذا اسمه أرض محروقة. احكي كمل. ماشي. بصير الإنسان يستغل أخوه الإنسان؟ لا 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 ما بيجوز. عفوا عفوا، يستغل أخوه أخيه الإنسان، حدا عنده علم بهي؟ أخاه مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وبالإنجليزي his brother in humanity. هلا هز ولا مو هز؟ أي واحد بيستغل أخوه الإنسان محكمة ميدانية، شنخ حتى الموت، وكان الله يحب المحسنين. يا جماعة صار معنا دوار دهليزي، أنت حاجة تلف وتدور، قلنا مين عم يستغل مين؟ عندكم الماريشال مثلاً. إهالكم لفارس عم ياكل أحسابه. مو شايفينه قالب على نصه؟ سيد رشوان لا تفت برات الصحن، سيادة الماريشال ما عم يستغلني، أنا حاطط حالي تحت أمرته، مو بوشه إذا بده الترين، مو الترين برميل بعطيه. ولك ولك لك، أنا الماريشال ده بالركن مشمح، أقدم اختصاص بالجيش اللي مثل حكايتي بيعطوه ليموزين وبيفرزوا له ست مرافقة مراسم. استترتوا علي شقفة حاجة. إيه بس أنت هون حبيبي مثلك مثلنا، لا مشمش ولا محمح عمي عرفان. خسيتوا لك لك، أنا الماريشالية دافع حق دم. لترين ونص من أسل خمسة اللي بدمي كنت خطب فيهم ساحات المعارك. أنت بدك تشلح لي ماريشالية وقال شو؟ دقيق عود. ويا ريت نقطة سماحي. لا كلهم وترين ثلاثة وعم يطردشوا كمان. بدنا مجتمع خالٍ من الاستغلال. لك دخيل اللي كبتلك هالكبتلة، شو حببك بهذا رشوان الديناصور؟ أخ لو تحت إيدي بس مسدس وفي إبرة مغلق. اسمع أنت وياه،
هاي الجومة اللي عكتها في خط أحمر، هاللي بيحاول يقرب عليها باكله بنهجه، مفهوم؟ أما ما صفي غير المرجال يتبرجلوا عليه. مو بس انت لا تخاف، في عندك القبطان ممعوف وحاله لعبده غلاصم. يستر على اختيكم، خلوا عبده غلاصم بحالها، بكره اذا رجع البحر لمنا حدا منكم بيسلمني دفه السفينه تقريبا. ليش عاده دفه السفينه بتكون بالششامي؟ والله اللي بسمعك بفكر اميرال البحر عم يحكي. مين انت لو ابري تقريبا؟ مين انت؟ مثلي مثلك، انت مسؤول عن الدخول انا مسؤول عن الخروج، شو فرقت يعني؟ في عنا كمان استغلال الإنسان لأخته الإنسانة. عندكن الشاب الأسمراني الحلاوة تيسير مخانقة خنق لمرته. انت لف وبروم ورجع على تيسير، حلو عن تيسير. سوزان! حاضر ابن عمي. قولي عاش بابا. عاش بابا. عفواً أخذي على لساني. عفواً أخذي على لساني. ثاني أنا، انت مزعوجة مني شي؟ أبداً ابن عمي. انت مزعوجة مني شي؟ أبداً ابن عمي. حلو عني بابا. لك يا جماعة أنا بس بدي ولك أنت تحديداً التزمي الصمت، ملفك صار معبأ. لك أي وحدة أي امرأة لا تقبل أن تعيش في مثل هذه الظروف حتى لو كانت خنوعة. بس أنا ماني خنوعة. خنوعة واو كثرة فارس. نعم سيدي. هاني لك ولك الأقدمية إلي، أنا اللي بحالي أعطي أوامر، عم تفهم؟ أنا المريشال دبل ركن مسبح، مو مثل حكايتك دقيق عقد وسماعي. لك يا ريت نقطع فاصول ياسي وبيطرطش. لك أنا اللي ملحن النشيد الوطني ولك؟ بعدين الحكم هون للأكترية، شو مفكرنا مجموعة مشات بكتابك السخيف؟ ولك ولك إذا الأكترية معك أنا بدي أربط حالي بحبلة وأربطها بصخرة كبيرة وألعش حالي بالبحر لا أخلص من العيشة. بحفظ. شو؟ حفظ فارس مسيك، دير بالك ما يهرون ياشين. شرف شرف لا تخافي بعدي ملك رجل. رشوان انتبه، انت فنان وعكي استدرشك. معك حق، على الاقل انا متعلم. بعدين بحركة واحدة بقتله، مو شايفتي مصوفين؟ لك جرب مين مصوفين؟ يا جماعة خلاف الرأي لا يفسد الوقت قضية شبكون؟ الاستفتاء، حدد الاستفتاء. اليوم المساء والليلة ليلة انتهاء الألقاب. كابتن كابتن عسفينتو، ماريشال ماريشال بالحرب بالجيش، مو عنا هون. نحن هون كلنا مثل بعض، لا سيد لا عبد، لا رجل لا امرأة، لا عامل لا رأس مالية. لا 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 تاكل هوا، فهمنا بقى. شو ما بنكش؟ عم بنكش وعياد عيوني عم بنكش. شوفي شو طلع صخور وبصال. طمنيني شو صار؟ ما قلت لي حبيبتي. حبيبتي طمنيني شو صار؟ هذا رشوان مثل العادة كان عم بيطالب بالمساواة، قال لازم المساواة بين الجميع، وما بيصير الإنسان يستغل أخوه الإنسان، وما بيصير الرجل يستغل النسوان. أول المشكلة حبيبتي. قال كمان ما بيصير الكابتن طنوس يستغل عبده غلاصم. أو دخيلك ودخيله لها العبده غلاصم، شو عم يجيني منه غير وجع الرأس والبهدلة؟ الله وكيلك كل ما بيمدحني بيشرشحني قدام العالم بيقلل لي مقداري حبيبتي. ايه خلاص خلاص، يلا كرمال كنا عم نحكي بحقوق الإنسان، روح ارتاح شوي، وانت راجع جيب لي معك كاسة بابونش. يعطيك العافية. عمايمة أنا حامل غير جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. علي ما علي بالباخرة 37 بدي أقفل علي بعنبر الباقينات 7 طقطات وابلعه للمفتاح وغرق الباخرة بنص مثلث برمودا. كلها بدها تدبك. أحسن، بلكي بيروح له شي قتيل نستفاد من وراه بشي. شي شو يعني؟ شي مرة إذا الله يسر
والماريشال لقى إبرة المغلاق بصير في عنا أكثر من شاغر. لساتك حاططها براسك؟ ما كنت حاططها، بس اليوم تأملتها. حلوة 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 حلوة، ما قدرت حدد شو أحلى شي فيها، شعرها ولا خدودها ولا عيونها. حلوة حلوة. ومنن ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف الخد بالأول، ولا لعيون بوصف الخد بالأول، ولا لعيون بوصف الخد بالأول، ولا لعيون. خايف لو قلت خدودة تزعل عيون، وقلبي من نظرة عينا صاير مشحون، وقلبي من نظرة عينا صاير مشحون، وقلبي من نظرة عينا صاير مشحون. بالخد بالأول، ولا العيون وصف الخد بالأول، ولا العيون وصف أنا على فكرة النعوسة فتكت بعيوني فتك، فيني روح أعمل لي شوية قيلولة وأرجع؟ ما قلت حبيبتي. طيب شوف لي كيف طالعة بعد ما تمكيجت. عشتها الخالق ناطق عشتها. ما قلتها لازم تبلش فيها الحديث أو تختمه. حبيبتي. ايه حبيبي، روح اكسر ناعوستك وانت راجع عمل لي كاسة زهورات، حاسة حالي منفوخة، ولا تعد وراء الشجر. شو هذا؟ لك نكتة، هي نكتة عم بمزح معك. يا الله مامي سمعني مامي. شبليكي بالساحق والمراحق والغضب المتلاحق. أبو داكور شو بدك؟ حضرة الجنرال، أنا جاي أحط حالي تحت تصرف حضرتك وأمرتك. والله والله انحرق قلبي اليوم يوم شفت واحد شقفت دقيق عود بيطنطن عليه طنطنة بده يشلح كرته. لكم سماحي، يا ريت هنوطة كنا قلنا هالبهيم بيفهم. أنا إذا بتقبلني؟ إذا بتقبلني؟ ويله ويلي شو بدي أساوي؟ أنت شو بتقول برد حاضر؟ طيب أبو دقور، أنا رح أقبلك، بس بالأول بدك تسحب لي رسنك من إيد معيط. من هاللحظة بتعتبر الرسن صار بإيدك. أنا أصلاً الحق علي اللي أعطيت رسني لواحد مثل معيط، ريته يلحس إذني. هذا ما عنده لا شرف عسكري ولا شرف مدني. طيب أبو دقور، روح كمل شغلك لبين ما لاقي لك فتوى سوي لك وضعك فيها. روح. الله ينصرك يا رب ويخلصنا من كرجية، ويخلصنا من كرجية يا رب. طيب شو بدهم بالجماعة؟ كل واحد حر بنفسه؟ هذا رشوان عم يستفيد من اللي صار قبل. ليش شو اللي صار قبل؟ انه أساس ثورة من أجل الفلاحين والكادحين. بس احذري وين المشكلة؟ تفضل أفلاطون، وين المشكلة؟ انه بعد الثورة الباشا عم يضل باشا، والآغا عم يضل آغا، والفلاح عم يضل فلاح. شو استفدنا من هاي الثورة؟ الثورة الحقيقية هي اللي بتلغي كل الألقاب، يعني بتخلي الباشا مثله مثل الفلاح، مو قاعد ببيته عم يعد المصاري بدون ما تنزل له نقطة عرق واحدة. شو حبي؟ طلعت بتفهم بالسياسة وماني عارفاني؟ ليش ما خبرتك؟ أنا على شعرك كنت بدي انتسب لحزب سياسي خطير ومحظور، بس قبل ما ينسبوني عطوني شي 20 كتاب أقراهن، قال ما بينسبوا حمير للحزب. وحمروني الصغير انتسب؟ لا والله ما انتسبت، لأنه وقت رحت بدي وقع الانتساب مرة من قدامي قط أسود، غيرت رأيي وتراجعت. صراحة أكتر بتول تشائمت. طيب وهن ما رجعوا حكوا معك؟ لا والله ما عاد حدا حكى معي شي، يا أما مرق من قدامهم قط أسود يا أما عفطوهن. الحمد لله هون ما في حدا بيعفوط. لكن ليش أنا عم فكر معك بصوت عالي وبصوت جهور؟ تعرف شو؟ من الآخر معك حق،
وإذا يعني مريشال اضرب واطرح لك ضربة لازمة عليه، ما أنت قاعد عم تاخذ راتبك، سيارات وخدم وحشم وما إلى ذلك، احل عني إياه. شو بتقول؟ أنت كمان طالع لك لسان؟ شو كنت بشي حزب؟ كنت. سري. سري ما حدا بيعرف إني كنت فيه. لا يكون نفس الحزب اللي كنت بدي انتسب فيه. لا لا ابدا، انا بهذا الحزب اللي تقريبا كل الشعب اعضاء فيه. لك يا عاده مو سري. من وين لوين عملتيني يا سري؟ انا كنت فيه سريا، يعني ما حدا بيعرف اني كنت منتسبت له. لك من شو خايفه بتقول؟ ما حدا بيعفطك؟ لا ما حدا بيسترجي يعفطني، بس يعني هيك بخجل اني اقول كنت فيه، ما بحب. معك حق، هو شغله بتخجل. شبك كابتن، والله شغل بالي. شبك شبك مشكل فرار هربان يا عبدو، ما عاد فيني استحمل. طافش طافش. من شو تقريبا؟ من شو؟ من هالوحش المفترس. قال بيقولوا إذا حل السقيل بأرض قومه فما على القوم إلا الرحيلة. رحيله؟ البطيخه. طيب استناني رح دب اغراضي واجي معك. لا لا، شو تجي معي؟ بعدين بتحس علينا انه غايبين. خليك هون تموي تموي. واذا سالتني عنك شو بقول لها؟ تقريبا اكلوا الذئب. ذئب؟ ذئب، خنزير بري، نمر، سنجاب وعيل، المهم اكلوا. حاضر. واول ما يتجوز هذا المضروب على قلبه شكل لي على الشط علم اسود، وقتها بعرف انه الجو امان برجع. غير هيك معلمك رح يضل مسكين طافش. حاضر كابتن. شو مشان سفينة؟ ما تشيل هم، ما حدا بيستلم المنافع غيرك. رح عينك شيف انجينير المنافع كلها. اصلا مين بيلبق له المنافع غيرك؟ وبرجع برقص المي عتوتوني. ريتك. رشوان معه حق، ما بصير تنوس وعرفان يستغلوا العالم. يعني انت اذا صح لك حمار تركبي على ظهره بتقصري؟ لا ما بقصر، بس بركب عليه 8 ساعات وبريحه 8 ساعات، مو بضل عم زق عليه 20 ساعة. نحن مع رشوان. يا ريت لو تحكي باسمك مو باسمنا. انا اصلا عم بحكي باسمي وباسم جوزي، انت شو دخلك؟ جوزي. نعم. عندك اعتراض شيء؟ باصم لك بالعشرة. انت فصلي وانا بلبس يا روحي. انا رايحة اصلا، قربت من عودتي بالمطبخ. وانا رح ادبر لك شي شغلة تحلي تمك فيها، سمكة يا شوكولا. دخيله اللي بيهتم بتمي وطعمة تمي عقبال ما نخلص من هالمحنة، وتهتم بكل شي وكل شي يعني. ايه والله خلص، انا لانه مع الطيقة لهالمحنة. لك انا بدي افهم، هي مرتك ولا انت مرتها؟ شلون بتخليها تمشي كلمتها عليك؟ وانت شو لك علاقه؟ ليش عم تتدخل بيني وبين مرتي؟ ها؟ لاني زعلان على رجولتك، صاير قدامها مثل الخروق. بعدين اوعك ثاني مره تقول لي ها؟ ها؟ ها 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 ها. إيه انا فرجيك يا واطي. ودخيلة شو سبب القرار المفاجئ اللي طلع براسك؟ لأنه الطبل سقط من عيني تقريباً. أنه طبل؟ شو أنه طبل؟ ليش الله خلق طبول غير طنوس؟ هلأ ما خلق طبولي، بس خلق دب بخير الله. قل لك مين لما بتعرف لحالك؟ لا لا تقلي، ليش الله خلق دب غيرني؟ بعرف لحالي تقريباً. طيب لحقني للبك. احترامي سيدي. أهلاً فارس. ها؟ واهلا بصاحبك عبدو. سيدي عبدو غلاصي بده يحكي معك كلمتين. تفضل يا عبدو. يا سلام، لا فحمار لا يا ولا قديش ولا ما بتفهم تقريبا. سيدي بصراحه طنوس سقط من عيني تقريبا، وانا بلا قياده ما فيني اعيش. شو الحكي؟ شو سبب انتهاء صلاحيه هالوفا؟ يعني ليش انتهى مفعوله هلا؟ لانه تشتوش وخرطي تقريبا وشكل فراري. فرار؟
من شو الفرار؟ من هالدبة سناء. قال شو؟ قال فرجت نجوم الظهر. طيب عبدو، انت بتعرف شو الحمولة تبع السفينة كلها؟ لكن سيدي بعرف تقريبا. بصراحة سيدي احنا بنفتح كل الصناديق لحتى نشوف اذا فيها شي بنسرق نسرقه بلا ما حدا يحس. ما بتخافوا حدا يدعي عليكم؟ لا سيدي، ما حدا بيسترجي يقول انه هالبضاعة الي تقريبا. شو بدي اقول له للشرطة؟ شو خبر؟ رحلي كيسين هروين من البضاعة ولا رحلي أربيجي من شحنة الأسلحة المهربة؟ ما بتزبط سيدي. معناتها في أسلحة. لكن سيدي تقريبا احنا ما بتوفي معنا بلا هروين وأسلحة. معناتها عود اكتب لي بالتفصيل شو في بالسفينة. حاضر سيدي، حتى نكاشات البوابير رح اكتب لك هن. كمان في نكاشات بوابير؟ لكن سيدي فا بوابير كمان، لشو النكاشات؟ يا راسك مالك ياد بهروب طنوس؟ أعوذ بالله سيدي، الله وكيلك، لا لي إيد ولا لي رجل. مدري ليش قلبي عم بيقول لي اختفاء طنوس ورا لعبة مخابرات، وهي الموهبة ما حدا عنده إياها وغيرك. دكتورة يا روحي، كله غاب ورجع فاضي إلا السبع. غاب وجاب. أهلين بالسبع. بس يا سبع، شبك هيك مخضر ومصفر ومحمر؟ شو فيه؟ لا تخافي، هو تشتوش، أي ميكروب بجيبه كتاف. إيه لا، هي مو شكل أي ميكروبات. شو فيه؟ لحظة لحمة، لك أنا بعرف أنه قضوا عليه ببداية القرن الماضي. معقول رجع؟ شو هو؟ طاعون. شو طاعون؟ مطاعون كيف طاعون؟ لحظة خليني كمل فحص، لأن شكله مو أي طاعون، شكله الطاعون الأسود. طاعون الأسود؟ ولك يخرب بيت سنتك، ما لقيت غير الطاعون الأسود؟ أنا لقيته؟ هو لقاني، أنا ما لقيته. أكيد حدا عاديك فيه. مين عاديك؟ شو هاي؟ أنا ما معي شي. ليك يا هف ما طلع حصان. خلاص معك طاعون. أنت لك لحظة، مو ضروري تحس بشي، بس أنت أكيد حامل ونائل للمرض. بسرعة روحوا عبيتكم قبل ما تعدوا حدا. بسرعة خليك بعيد. روح عادي. روح ياخي الشردون هو اللي بيعدي، أنا بحياتي ما شفت شردون. انت الشردون معناتها وعاديني. معه طاعون اوعى. معه طاعون مين معه طاعون؟ ولك هذا حرامي القمح. بوسه شوفي لك طاعون ما طاعون. ايه بعدك خليك برا. ها خليك جوا انت. خليك برا. خير يا جماعه، شوفي معه طاعون. اعوذ بالله تعفكني. بسرعه خد هاي الحبه، بلكي بيكون في امل. لك الو وانا ايوه بلعتها. شو يمكن انا مخربطه؟ شو مخربطه؟ لك انا عندي حبوب زرنيخ وطحنهم بحطهم مع الجبنه مشان تاكلهم الفاره. ما بتلحق الفاره تعطس وقت تاكل الجبنه، يمكن هي حبه منه. معه زرنيخ. استر عرضك روحي تاكدي. انا شو عملت؟ استر عرضك تاكدي. يا روحي والله لا نشف له دم ولا هم غاطي والله. بسرعه تاكدي بسرعه. خليك برا. بسرعه. شو حاسس؟ دايخ. زرنيخ. بسرعة زرنيخ. انا طاعون. ولك طاعون هو، انا زرنيخ.
خليني ضيع الأتر بشوية فلفل لأنه هاي بتجيبني العمى. إذا لقيت كلب شمام بتجيبني هاي جني عفريت هاي. الهواء بوشي بس معناه خليني ضيع الأتر خليني ضيع الأتر خليني ضيع الأتر. الله لا يوفقك العمى بعيونك. وين كنت دايرة يا شرن برن؟ والله كنت عند خالتي عم بطحن برن. وين بدي يكون يعني؟ كنت عم دور على شي وحدة من رفقاتي لأتسلى معها. رفقاتك؟ كتير حابة تنصابي بمرض ماله دواء انتي؟ مرض شو؟ قطاعون متفشي بالبلد والعياذ بالله. من اليوم ورايح ما في طلع من البيت نهائيا، لا أنا ولا انتي. من وين طلعت لنا هالأمراض؟ لك شعوب شرقية نحن، كل واحد جوات مخبي ألف مرض ومرض، اسأليني أنا. بس أنا بعرف مرض الطاعون قضوا عليه. لك كم مرة بدي أقول لك نحن شعوب شرقية بندب الروح بالديناصورات مو بس بالطاعون. فوتي 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 لجوا. أيها الفارس. نعم يا دولثينية. ما رأيك بالاستفتاء؟ أتريدين الحق يا دولثينية؟ ولا شيء غيره أيها الفارس. الاستفتاء يا جميلتي عملية تم اختراعها من أجل الاحتيال على الشعب وبلصه. كيف ذلك أيها الفارس؟ هل تكتبين التقارير يا دولثينية؟ معاذ الله أيها الفارس. المعذرة، أسألك لأنني سأقول كلام خطير. قل ولا تخشى شيئا، فسرك في بير عميق. الاستفتاء ضحك على الذقون. أنا أعترف بالانتخابات فقط والنزيهة منها حصرا، أما تلك التي يحصل فيها التزوير فهي لا تختلف عن الاستفتاء. هل أنت متأكدة بأنك لا تكتبين التقارير يا دولثينية؟ معاذ الله أيها الفارس، ثقة ثقة. حسنا يا دولثينية، هل تعرفين ما هي الأهداف في الاستفتاءات دائما؟ غير تقول أيها الفارس. الهدف الوحيد لها هو أن يحصل من ليس له حق على ما لا حق له به. ايه قوم على الاستفتاء قوم. الحمد لله اللي الله طعمك تسكت بالبلاد، كنت روحتنا بخبر كان. انا بعرف ايمتى وين احكي. لا تخافي على ورطان، قلبك كالنار وعقلك الجلي. يلا قومي على الاستفتاء. تركن 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 تركن. سمع اقتراح التصويت من اجل الغاء جميع الالقاب والرتب السابقه، وذلك لتأسيس درة الزبد قائمة على المساواة بين الجميع. والتصويت برفع الأيدي. والله ها عدو 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 فاسدين وحرامية ما في فائدة. اسكتوا ايديكم. شط عمي صوته قال دخيل لالله عديني. 11 مع مين ضد؟ خلاص خلاص، حفاظا على اللحمة الوطنية وحفاظا على وحدة الصف أتنازل عن كل ألقابي. برافو. إلى العلم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. على القلب يا درة الزبدي شنخوشة وشمن للأبدي. على القلب يا درة الزبدي منفوشة وشمن إلى الأبد. بدونك نحن سيد الدكتورة مو مزحة اللي عملتيها. كالروح قد تاب. أنا تحرد علي جوزي علقته والله بلا والله لربيك والله شعبك. إجابي لربيك كل شعبك. يا 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 درة الزبدي.
لعمري إن أكل المساعدات الإنسانية الفاسدة في العالم كله أهون علي من حبك يا سناء النشاح. عليتي لقلبي عال تخيل الله ما أحلى الحرية. العمى عسيرة الحرية وين صفي الغليوم؟ ليكم الجيبة الألقاب. كابتن عسفيته مريشال بالحرب بالجيش مو عندنا هون. نحن هون كلنا مثل بعض. رملا إلي وقوف قف ردا ثلاثيا الأصفر ثم الأخضر. هيا فارس الطويل ردا وحاديا رودف. هيا نحن الآن نص جماعة مشاة بالتدريب بالمواظبة بالاجتهاد راح يكون فعلنا وكأنه فيلق كامل. جاعد أمام سر أحسن صلح عبده يلا اثنين وقوف خف وراء الدرب أمان سر اثنين صلح عبده اثنين رجال 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 غصبا عنك رجال غصبا عنك دين رجال غصبا عنك دين طلع عبده رجال غصبا عنك.
تشرب جمر القهر طفي. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.